كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب علاش كون باش نعبدوا تاو سيدي؟ ها هاي قلنا لطفي تفضل هاي سيدي أنا جايكم هاي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صحيح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. لا في أجمد ونصله جهنم. ونصله جهنم. ونصله جهنم. لا لا ونصله انت تقول ونصله هي بالمد هي ما فيهاش مد ونصله جهنم ونصله جهنم ونصله جهنم ماهوش باش يخليه برشا بجهنم كان يخليه غادي هو باش يتشوش بطبيعته اما هو كيعمل له ضريبه خفيفه ويخرجه قراءه الاختلاس اما ثم لي ونصله بالمد خليه مديده غادي قراءه الاختلاس الله يحفظنا ان شاء الله يا رب أي ونصله جهنم وساءت مصيرا نصله جهنم ترى عاود ونصله ونصله جهنم وساءت جهنم و تغش فيها جهنم ولا جهنم جهنم وساءت لا هي هو يقول جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا هذه صحيحة ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يا لطيف إن يدعون من دونه إلا إنافا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولآمرنهم مازال ولأضلنهم عاودين وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا كافي هذا كف من يعطيك الصحة بارك الله فيك كون محمد تفضل أيه لطيف ها مرحبا مرحبا اي نعم ليس بامانيكم قرب الميكرو اخونا محمد نسمعك بالباهي يا ليس بامانيكم ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون
أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله لا لا ركز ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة نعم وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما بارك الله فيك جزاك الله كل خير هذا كثمن نتاعك شكرا نمشيو لسورة الحج وقلنا باش ناخذوا منها النص الاولاني ما هكا ولا تفضل سيدي اي من اول سوره الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة من يرد زمن الغنى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن
قدير قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كمل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ما شاء الله عليك، ممتاز، يعطيك الصحة، جيد، ما شاء الله. تفضل. بسم الله. سنة. اي نعم. اي. علاش يشمر على ايديه؟ ليه يضل عن سبيل الله؟ تو مش مشمرين على ايديهم فقط، ناحيين حوايجهم جبله واحده. قرب بركة، ربي يحفظنا وكا وامشي. ومن الناس من يعبد الله على حرف. قرب شوي الميكرو باش يسمعوك الاخوه الكل. ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف. صحيح. فإن أصابه خير. أصابه. فإن أصابه خير اطمأن به. اطمأن به. أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يا لطيف. ذلك هو الخسران المبين. إيه نعم. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفع. وما لا ينفع. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع. ذلك هو الخسران. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. أقرب من نفعه. لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. كيده ما يغير. كذلك زيد هواو. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. كافي، بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله كل خير. نرجع مع سورة النساء ونرجع مع سي عبد العزيز. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أي سيدي أي. أي نعم. صحيح. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أي نعم. كان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
مذهبة، قال قلائد إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند دنيا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدوا وإن تنتوا أو تعرفوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل لا بالك يا أيها الذين آمنوا عاودة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أنزل دفعة واحدة نزل مفرقا منجما مش تفهم الفرق بيناتهم آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل مفرقا منجما على حسب الأحداث والوقائع. أما أنزله الله دفعة واحدة مثل التوراة، أما القرآن لا. نعم هي لكن هنا فرق أي لا لكن النزول الأول هو يحكي عن النزول الثاني. النزول الأول هو من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا كإنزال دفعة واحدة، لكن من بعد نزل مفرقا منجما، وهذا هو المقصود في الآية، التنزيل الثاني مش الأول. إيه نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل من قبل. نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. امشي. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ما هو إمام يصلي بالعباد الآية ذيك مش يشدها شو يعمل كتجي يقول لهم إن الذين آمنوا ثم كفروا ويرجع لنفسه ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا يعني الصف الثاني شافها والثالث هذاك ازدادوا كفر خرجوا جملة واحدة انت زاد ركز زي قول تعمل شكاك يا ولد مش تعمل له هكاك. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أي عاود الآية الأخيرة يركز إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا
كفرا لم يقل الله ليغفر له ولا ليهديه سبيلا. كافي، بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحة. خونا زياد تفضل. تلهابي يا سي نور الدين. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما، الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. نعم. ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم، وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين خيرا كثيرا. لا، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله كل خير. تفضل اقرأوا اثنين. اي طيب اسال اي واصلة من النساء. لا يحب الله، قرب شوي الميكرو. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله سميعا عليما. اي ان الذين ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. نعم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين
ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك صحيح امشي أولئك سنؤتيهم أولئك سوف لولا سوف نؤتيهم أولئك سوف نؤتيهم أجرا عظيما أولئك سوف نؤتيهم أجورهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما حضروا بالباهي ولا كيكو برا ها كمل الآية التي بعدها قول شو بعدها يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله ماكش الحضر كما فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا كافي بارك الله فيك شكرا يعطيك الصحة سنردي مش مرأة لا ظهر مش حاضر بالباهي حضروا بالباهي سيدة سميعا بعليمة ولا سميعا بصيرة نعم لا يقول الله الجهر بالسوق لكن سيد وقت اللي بيجي يجهر بالسوق ربي بيجي يسمع سميعا وبعد عليمة قلت إلا من ظلم يعرف إذا كان من ظلم ولا ما تظلم فكلمة سميعا اختيار معنى الصفات دقة اي نعم تفضل سنوردي مش تعود لنا ثمن هذا ما جبنيش طيب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا يركز لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان إن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وبكفرهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن
الله فيك، شكرا، أحسن، جيد، بارك الله فيك. أخونا وليد تفضل. نرجع مع سورة الحج، وين وقفنا؟ كمل. إن الذين آمنوا، قرب الميكرو، حافظ بالباهمة، توكل على ربي، يقرأ. لا لا، إن الذين آمنوا والذين هادوا هكذا هذاني مش كانوا في أول الصفحة، أنا أتذكر قف آية. يلا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والمجوس والذين أشركوا. عاود عاود ركز عاود. إن الذين آمنوا، مرة أخرى، قرب الميكروف. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذا لخصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كافي هنا وليد، بارك الله فيك، أحسن. تفضل سيد جمعاي، مرحبا. وعليكم السلام. واصل. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. عاودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بظلم بإلحاد من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وثم ليقضوا سكت ثم ليقضوا ثم ليقضوا ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كافي بارك الله فيك. جيد الحفظ موجود والاهتمام ان شاء الله يتحسن بشويه بشويه. تفضل سي محمد. اي تعال هاي يا الله كمل من سورة الحج. ذلك ومن يعظم حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له وأحلت له الأنعام. عاود ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فذلك فهو خير له عند ربه. صحيح. وأحلت له لكم لكم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أي نعم. فاجتنبوا الرجس لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. كافي بارك الله فيك. شكرا. تفضل أستاذ سيمان صوريش. تفضل. مرحبا. ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. واصل من هنا. يا الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين. بارك الله فيك، شكرا، احسنت. تفضل خونا الياس. نساء حاضر في النساء مراجع، تفضل اي كملوها ان شاء الله من هي والحصه نتاعها. اي اي نعم احسنت. واصل اي. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. نعم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكفهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيم الصلاة كيفاش؟ عاود لكن والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ما يفعل. لا إنا أوحينا إليك والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. كافي، بارك الله فيك، شكرا. كنا عبد الحميد تفضل. يلا عاش تعاود برشا امشي. اي نعم. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
بن إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إن الله إله واحد سبحانه أن يكون له كيف بارك الله فيك شكرا احسنت تفضل سيدي طيب كمل خذ الميكرو سم لن يستنكف المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ولن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم خلفت كلمة لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا وكان الله يبين الله لكم أن تضلوا شو بعدها قول يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك تمت بحمد الله عز وجل جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم جميعا إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا محاضرة الشيخ فتحي الرباعي حتكون حول الأسرة موضوع مهم ياسر نكونوا حاضرين محاضرة ممتازة قيمة إن شاء الله حتكون في المسجد هنا انطلاقا من الساعة 9:00 صباحا من 9:30 النهار مع الشيخ فتحي الرباعي حتكون حول الأسرة الأسرة التي ننشدها المخاطر هكما تشاهد تطور الإجرام أكثر الانحراف أكثر الطلاق أكثر قاضي قال لي كل يوم 40 حالة طلاق كل يوم 40 حالة طلاق فالأسباب كثيرة هذه محاضرة حتكون قيمة 3 ساعات يتناول فيها أهم المخاطر والأسباب يعني ما هي الحلول من خلال القرآن والسنة فإن شاء الله نكونوا حاضرين الأسبوع القادم 9:00 حتى النص النهار إن شاء الله اللحد اللي بعده يكون عندنا اختبار لسورة الحج أو كعندكم ما شاء الله
وقت كافي تحفظوها تقولوها ان شاء الله عليكم. فان شاء الله لحد القادم محاضره، لحد اللي بعده الاختبار بصوره الحج. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، يا اهلا وسهلا.